انا افتقد السؤال اللي قاعد يتسأل لي 20 سنة وبقى 10 سنين ما بتسألنيش. انت بتشتغل في مهندس الشهيري ازاي؟ عرفت يوسف الشهيري ازاي؟ انا قعدت 20 سنة وانا بشتغل مع مستر يوسف، وبعد ما بقيت مخرج وبشير افلام وبتنجح والدنيا كويسة قوي، وبرضه بتسأل نفس السؤال. بس من يوم ما توفى يوسف الشهيري بدأت الناس بتسألنيش انت عرفت يوسف شاهين ازاي؟ وده انا مفتقده. حد يسألني انت عرفت يوسف شاهين ازاي؟ انا كنت طالب في الجامعة، وكنت رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ورحت ليوسف شاهين عشان يعمل عرض فيلم، عرض فيلم الجار او العصفور، لا العصفور وندوة بعده. وقابلته بالفعل وقال لي انت مين اصلا عشان نجيبك ده؟ فطلع انا مين؟ انا طالب في الجامعه عايز اتكلم كده. قال لي لا انت مين يا عم، انت لازم تقول لي انت مين عشان انا اعرف اذا كنت هاجي معاك ولا لا. برضه ما فهمتش، قعدت افهم مين يعني ايه كلمه انت مين دي. فطلع ان هو ما بيعرفش يروح لا يعمل حوار مع صحفي ولا يروح ندوه في الجامعه ولا يقبل اي عزومه عزومة أي حد من غير ما يبقى هو عارف هو مين. فبدأت أقول له أنا أبويا وأمي وأفكاري السياسية واتجاهاتي وفهمي للعالم، وأنا لسه الكلام ده يعني صغير يعني أوائل العشرينات أو أصغر من كده. بعد نص ساعة قال لي خلاص أنا جاي. هو اقتنع بحاجة أنا مش منتهاش، وجم الندوة